انه يموت، لكن ما بيكفي بيحمل السلم بالعرض مثل ما بيقولوا وبيمنع الناس. هي بدعه لازم ما تصلوا اكثر من 8، وكل رمضان ياتي من يثير هذه الضجه المنكره في هذا الامر. سيدنا عمر واحد من الخلفاء الراشدين، وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنا لا تردوا على هؤلاء، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. طيب، إذن انتهينا من هذا أيضا. نقف هنا أيضا عند الكلمات التي قالها سيدنا علي لسيدنا عمر، وقد استنصحه واستشاره في أن يكون هو القائد على جيش القادسيين، الجيش الذي سيتجه به إلى القادسيين. هل نعيد الكلام الرائع البليغ العجيب الذي قاله سيدنا علي لسيدنا عمر؟ ما في داعي أظن. طيب، ما الذي فهمناه من ذلك؟ نعم، فهمنا من ذلك أن سيدنا علي كان شديد الحب لسيدنا عمر، هذه واحدة. فهمنا أن سيدنا علي كان واثقا ثقة تامة بأن سيدنا عمر هو الأهل في هذه المرحلة لقيادة الأمة، ولذلك شبهه بالنظام الذي يجمع حبات العقد. نعم. الأمر الثالث، كلام سيدنا علي الذي نصح به سيدنا عمر رضي الله عنه دل على خبرته الدقيقة السياسية. نعم. وعلى الخطر الذي يتربص بالمسلمين، إنه ليس الخطر الآتي من بلاد فارس بمقدار ما هو الخطر من الجيوب في البلاد العربية التي لا تزال تعاني من حال من الاضطراب بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. ولو أن سيدنا عليا كان يضمر خلاف ما يظهر، ولو كانت له تقية تجعله يضمر سوءا لسيدنا عمر، وفي الوقت ذاته يغطي هذا السوء بهذا الكلام الطيب، لا، لدفعه دفعا إلى هذا الذهاب، لقال له نعم هذا شيء جيد، أغدو وكن هو أنت القائد على ذلك الجيش، فأنت منصور إن شاء الله وأنت مؤيد إن شاء الله. نعم، لقال له هذا الكلام. لكن إخلاصه لا أقول لعمر فقط، بل لقيادته الإسلامية ولخلافته الراشدة، نعم، جعله ينصحه بهذه النصيحة. المعنى الذي ينبغي أن نستنبطه من هذا هو أن نفترض أن هنالك وصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يكون الخليفة من بعده عليا. لو أن عليا علم بهذه الوصية من رسول الله، أفكان يمضي الطرف عن هذه الوصية ويلقيها وراءه ظهريا؟ نعم، وينصح سيدنا عمر بهذه النصيحة، وخلافة سيدنا عمر في هذه الحالة تكون عبارة عن مصادرة لوصية النبي عليه الصلاة والسلام؟ مستحيل، مستحيل. لا لأن سيدنا علي تهفو نفسه إلى سدة الخلاف، لا، ولكن لغيرته على وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بمثل ذلك، فسيدنا علي مسؤول، مسؤول عن هذا الأمر، ينبغي أن يقف بالمرصاد له في حين. ها أنتم ترون إقرار تام بخلافة سيدنا عمر، غيره على خلافته، غيره ورعاية لديمومته. نعم، هذه النصيحة تظهر لنا هذه الحقيقة بشكل جلي
وواضح، ينبغي أن نستبين هذا الأمر. نعم. الأمر الآخر الذي ينبغي أن نستبينه في يعني هذا الذي ذكرناه من خلافة سيدنا عمر، نعم، ما يتعلق بالشخص الذي قتل سيدنا عمر، وهو أبو لؤلؤ عبد المغيرة، شاب مجوسي، نعم. المؤرخون هكذا قالوا، قالوا كان شابا لم يدفع خراجا وشكى إلى عمر كثرة الخراج، فغضب لما سيدنا عمر ما أصغى إليه وخطط لقتله فقتله، ما قالوا أكثر من ذلك. لكن المدققين من المؤرخين يرون أن المسألة أخطر من ذلك، هنالك مؤامرة، نعم، مجوسية يهودية، نعم، تكاملت خيوطها وتجمعت أطرافها وطبقت في ليل، ونفذت هذه المؤامرة بعد أن غطيت بهذا السبب. يعني السبب بحسب الظاهر عبارة عن أنه شاب يشكو من كثرة الخراج وظلم، مسألة طبيعية، ما في شيء تاني، لا، هذا غطاء. والأمر كما قال المدققون من المؤرخين لم يكن كذلك، يعني المؤامرات كانت تحاك. هذا الذي أقوله يفتح لنا باب الحديث عن العامل الذي دعا سيدنا أبو بكر في خلافته وسيدنا عمر هنا أيضا إلى الذهاب إلى بلاد الشام وإلى بلاد فارس لفتحها. هل كان ذلك من المسلمين عبارة عن عدوان من المسلمين على أناس راقدين أمناء، نعم، لا يريدون بأحد سوءا، هكذا كان الأمر؟ لا، الواقع أن خيوط المؤامرات كانت تحاك إن من قبل دهاقنة الروم في بلاد الشام، وإن من قبل بلاد